ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن كيفية إظهار قاعدة بيانات على صفحة ويب باستعمال كود PHP. لاستعمال كود PHP سنحتاج إلى سيرفر محلي. سنستعمل برنامج XAMPP على لينكس. نقوم في البداية بفتح التيرمينال. ونكتب عليه sudo lamp start. نشاهد أن أباتشي بدأ بالعمل وكذلك MySQL. نقوم بفتح المتصفح الآن. قم بالكتابة عليه. قم بإدخال هذا العنوان. نلاحظ أن نظام قد بدأ بالفعل بالعمل. سأذهب إلى صفحة PHP My Admin. قمت بوضع username and password. قمت بدخول قاعدة بيانات. قمت بإنشاء قاعدة بيانات اسمها ماتريس أو ماتريكس بالإنجليزية. داخله يوجد تيبل باسم كاتيجوري يحتوي على ثلاثة أسماء: محمد، أشرف، أنفرح. الهدف الآن هو إظهار هذه المعلومات على صفحة ويب. توجد جميع بيانات خادم إكزام داخل هذا المسار أوتش ثم لامب أخين هاشتي دوكس. قمت برفع الصلاحيات إلى 777 بسامية CHMOD. أقوم الآن بإنشاء صفحة PHP. أترك لها أي اسم أريد، مثلا table.php.php. أقوم الآن بتحريرها. أقوم بفتح صفحة HTML. الحين أقوم بإنشاء variable سأسميه SQL. هدفه هو إنشاء اتصال بين قاعدة البيانات على MySQL. MySQL Connect. سأقوم بالدخول على كل هاست. ثم أقوم بوضع اسم اليوزر وعنوان الباسورد. في السطر الثاني سأقوم بتحديد اسم قاعدة البيانات التي سأستعملها وسأعمل على إظهارها. كما تلاحظون كنت قد أسميتها في السابق أسميتها ماتريس. هذا هو اسم قاعدة البيانات.
ثم قم بنقل جميع محتويات الـ variable SQL داخل هذا السطر. الآن سنعمل على إظهار، بعد ما قمنا بالاتصال سنعمل على إظهار جميع النتائج داخل الصفحة. سنقوم بإنشاء variable جديد أو متغير جديد اسمه record، أريد أن أظهر جميع نتائج البحث، لذا أضع select ثم نجمة from category. الآن نقوم بإنشاء دائرة بوكل هدفها إظهار جميع الأسطر من بداية إلى آخر سطر، لأن البرنامج لن يتوقف إلى أن يظهر جميع الأسطر. عندما تتواجد أسطر داخل قاعدة البيانات سيقوم هو بإظهارها عن طريق استعمال إيكو. أريد أن يكتب لي إيكو نمبر أو رقم نمبر، أمام رقم سأضع ايدي كاتيجوري، ثم الاسم نيم او نام، والتي تتواجد داخل نوم حسب ما هو موجود في قاعدة البيانات. هذه هي ID category category، هذا هو نوم. ID category تحتوي على أرقام 1 2 3، نوم تحتوي على محمد أشرف فرح. بعد ما قمت بالتسجيل سأقوم بتجربة الكود التي قمت بكتابته لأتأكد من المحتوى. أقوم بإدخال العنوان يوجد خطأ في السطر الثامن،
شو تخلص ناقص، قوم بالتجربة من جديد، وهي قام بظهر اسمي. أحتاج فقط إلى وضع بعض الفراغات أو نقاط. وهكذا كل سطر ينهي في جميع الأسطر. أشكر متابعتكم وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة.